تميزت علاقة إيران بقطر عن تلك التي تربطها بباقي دول الخليج العربي، علاقة حميمية لكن يلفها الغموض في نفس الوقت، فالبلدان متفقان في الملفات المباشرة المشتركة كالتعاون الاقتصادي والعسكري، لكنهما دعما جهات حاربت بعضها البعض في دول المنطقة كسوريا. كيف استطاعت قطر وإيران احتواء هذه الازدواجية والمحافظة على علاقة متوازنة في وجه كل الظروف الإقليمية والدولية؟ استطاعت العلاقة بين قطر وإيران الصمود والمحافظة على تميزها واتزانها مهما عصفت بها التقلبات السياسية والأزمة الإقليمية، علاقة تعود إلى انطلاقة الثورة الإسلامية، إلا أن أوتادها ثبتت مع زيارة الأمير السابق حمد بن خليفة آل الثاني لإيران عام 2000، وهي الأولى من نوعها لحاكم خليجي منذ عام 79. منذ ذلك الحين تولت محطات اقتراب الدولتين أكثر فأكثر على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، كتصويت قطر ضد قرار أممي يعبر عن القلق من البرنامج النووي الإيراني عام 2006، وفي العام الذي يليه مشاركة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد في قمة الخليج بدعوة قطرية ناهيك عن إبرام اتفاق تعاون عسكري وأمن مشترك عام 2015 ودعم إيران لقطر عندما قطعتها دول الخليج وأغلقت حدودها معها عام 2017. وإلى اليوم تستخدم قطر نبرة هادئة حيال طهران وتدعو إلى الحوار إزاء كل الملفات المتعلقة بها في خروج واضح عن الخط الذي تسير عليه باقي الدول الخليجية التي دعت الدوحة إلى قطع العلاقة مع إيران. تتوافق البلدان في العلاقات المباشرة وفي بعض القضايا الخارجية كدعم حركة حماس، لكنهما تختلفان في الرؤى الإقليمية والاستراتيجية. فإيران دعمت الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، بينما دعمت قطر الأطراف النقيضة من جماعات جهادية وفصائل معارضة وتيارات الإسلام السياسي، ما يضفي أسئلة على طبيعة العلاقة المتشابكة بين البلدين. وسط ما ذكر تطفو إحدى الإجابات، إنها مصالح مشتركة تتبدل أولوياتها وفق الحاجة، فقطر شبه جزيرة صغيرة أرادت دوما النأي بنفسها عن هيمنة السعودية من ناحية، وحماية نفسها أمام دولة أقوى منها جاثمة على الضفة الثانية من الخليج أي إيران، وكذلك تأمين مواردها الطبيعية، فرسمت مع إيران حدودها البحرية بما يشمل حقل الغاز المشترك. أما إيران فتجد في قطر بوابة لكسر عزلتها الدولية والولوج إلى باقي دول الخليج العربي. نعم، ولتعمق في هذا الموضوع ينضم إلي سيد وجدان عبد الرحمن، وهو خبير الشأن الإيراني عبر الأقمار الصناعية من لندن، وينضم إلينا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن عبر خدمة سكايب من الدوحة. اسمح لي بأن أبدأ معك في البداية سيد وجدان، منذ أن انطلقت شرارة الثورة الإسلامية في إيران وبعد ذلك بعام عندما اشتعلت الحرب الإيرانية العراقية، كانت لقطر رؤية مختلفة عن باقي الدول الخليجية حيال إيران وحيال الحرب مع العراق، ما السر هنا؟ هل حديث هنا عن توافق سياسي ما أم لربما قرب فكر ديني أيديولوجي موجود؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم من الدوحة. هنالك ثلاثة عوامل تربط إيران بقطر أو قطر بإيران، وهي منذ بداية الثورة الإيرانية كان هنالك تحالف الإسلام السياسي ما بين أخوان المسلمين وما بين نظام الخميني، وكانت فكرة العقيدتين هي مشتركة بمحاربة ما يسمونها بالاستكبار العالمي، فكان هنالك تعاطف ما بين ثورة الخميني وما بين أخوان المسلمين، وكان هنالك دعما كبير لإخوان المسلمين لنظام الخميني، وحتى بعد اغتيال أنور السادات تم تسمية اسم القاتل أنور السادات على أحد الشوارع في إيران خالد إسلامبولي، وهو أحد العوامل لاختلافات ما بين إيران ومصر. الأمر الثاني هنالك المصالح الاقتصادية، كما أشرت في تقريركم قطر لديها مصالح اقتصادية ما بين إيران خاصة في حقل الغاز في الخليج، وقطر هي المستثمر الأكبر من هذا الحقل الضخم جدا، فلذلك قطر تحاول
ألا تصطدم مع إيران على حساب مصالحها الاقتصادية، لذلك تتعاطف مع إيران لأن هي المستنبع الأكبر. والأمر الثالث هو الاختلافات الخليجية، هنالك اختلاف ما بين قطر والمملكة العربية السعودية البحرين والإمارات من جهة، وهذا هو الاختلاف أيضا عقائدي، لأن قطر تحاول دعم إخوان المسلمين في بعض الدول الخليجية أو حتى استقرار بعض الدول الخليجية من خلال دعم المعارضين لتلك الدول. لذلك هنالك ثلاث عوامل أساسية تربط قطر بإيران. نعم سيد وجدان، أنت أعطيت فكرة ملخصة لكل الملفات، سوف نمر على كل واحدة جزئية بجزئية. دعني أعطي الفرصة للدكتور محمد. دكتور قال إن هناك تاريخيا كان تعاطف بين الثورة الإسلامية والإخوان المسلمين، هل فعلا هذا الأمر يستقيم في ظل محاربة جهات بعضها البعض، جهات محسوبة على الإخوان المسلمين ومحسوبة على قطر، جهات أخرى من اليمن وإلى سوريا وغيرها من الأطراف التي شنت فيها حرب بالوكالة؟ التحليلات الدينية على هذه العلاقة ليس بين قطر وإيران فحسب، بل بين إيران وكل الدول العربية في الخليج وبقية دول الشرق الأوسط. أعتقد أن قطر تنظم علاقاتها على أساس أن هناك حتمية جغرافية، حتمية الجوار، وأيضا حتمية التاريخ، التاريخ الإسلامي المشترك مع اختلاف مذهبي عقائدي بين السنة والشيعة. إذا تحدثنا بلغة الواقع المعاصر يبدو أن هناك مجموعة من الروابط التي انفتحت عليها قطر ليس إزاء إيران فحسب، بل حتى على الدول الأخرى، على الأتراك، على بقية الدول العربية وحتى الدول الإقليمية. هناك قناعة مترصفة بضرورة ميزان قوة متكافئ وتعدد الصداقات والتفاعلات بين شتى الدول. وأعتقد أن من يحاول الآن أن يدخل في تصنيفات محددة، هل قطر مع إيران أم مع صف آخر، وهذه ربما نوع من الأمور التبسيطية التي تتجاوز عمق العلاقات الخارجية لقطر. وأرى شخصيا أن هناك توافق وانفتاح على إيران، هناك علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، مع ألمانيا، مع دول أخرى. إذن هناك تعددية في روافد السياسة الخارجية القطرية، فبالتالي لا يمكن تضييقها أو تقديمها في مسار واحد، وكأن هناك حلف ثنائي يلغي الانفتاح على مختلف الدول. ليست هناك شجرة واحدة، هناك غابة في هذه العلاقات، وهي علاقة تنمو بشكل إيجابي، علاقة التفاعل. وأعتقد هذا ما أهل قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022، وأيضا تجاوز قضية الحصار بالانفتاح على عواصم وعلى قوة إقليمية ودولية مختلفة. نعم دكتور شرقاوي، أو أعود إليك سيد وجدان، سمعت ما قاله دكتور شرقاوي، هل هي فعلا تعددية أم هي كما يسميها البعض ازدواجية وفجوة كبيرة في المعايير بالنظر إلى ما حدث في دول المنطقة وحروب الوكالة التي جرت من اليمن إلى سوريا إلى الجهات التي تدعمها إيران في لبنان مثلا، ومن تنتقدها قطر مثل حزب الله على سبيل المثال؟ أولا إذا ما تابعنا ما يحدث في المنطقة وحسب المصالح المشتركة ما بين الدول، أعتقد أن قطر مصالحها مع دول الجوار مثل الدول الخليجية تربطها أيضا علاقات مشتركة اقتصادية وأيضا قومية وحدود مشتركة وحتى مصالح مشتركة، لأن ضيفك أشار إلى موضوع 2022 كأس العالم. أيضا من مصلحة قطر أن تبني علاقات مع الدول الخليجية لتسهل عليها موضوع هذا الأهم حدث عالمي، فمصالح قطر مع هذه الدول هي أكبر. أيضا أضاف إلى ذلك هنالك المصالح الاقتصادية ما بين قطر والدول الخليجية، وبحكم الجوار فإن مصلحتها من تلك الدول هي أكبر من أن تكون مع قطر، مع تركيا اللي هي بعيدة كثيرا عن قطر. لكن ما نشهده اليوم هو العكس عمليا، على العكس قطر عززت أواصلها مع إيران ومع تركيا بكل
بكل تأكيد، ولذلك ضيفك يشير أن الموضوع هو تبسيط للأمر، ولكن هذا هو ليس تبسيط وإنما هو أمر الواقع. هنالك العقيدة، والإسلام السياسي هو العامل الأساسي للربط ما يحصل بين قطر وما بين إيران وتركيا. اليوم القواعد التركية في قطر هي تبتني على هذا الموضوع، الدعم القطري لإيران ولتركيا، وأيضا دعم قطر لتركيا هو يأتي على في هذا الإطار. حتى في موضوع الملفات السورية وأيضا الملف اليمني هنالك يعني اتفاق يعني مشترك ما بينهم رغم الاختلاف العقائدي، لأن نحن نعرف تماما بأن تركيا تدعم أخوان المسلمين في سوريا وإيران تدعم حزب الله، ونحن نعرف تماما هنالك علاقة كبيرة ما بين حزب الله وما بين حماس والجهاد الإسلامي. يعني هنالك مصلحة للطرفين في هذا. نعم، في وصلت هذا فكرة. دعني أعطي الفرصة. نعم، دعني لضيق الوقت دعني أعطي الفرصة أيضا أعود للدكتور شرقاوي. دكتور، الآن يعني تحدث عن الحتمية الجغرافية، إذا الأمر مشابه إلى حد ما ما قامت به الإمارات، والتي كما نعلم أخذت شيئا فشيئا تعيد شيء من العلاقات بالأخص في الأمور الأمنية بينها وبين إيران. لماذا إذن تنتقد دول الخليج قرب قطر من إيران وتعتبر بهذا الأمر محرم على قطر بينما هو غير محرم لغيرها؟ أود أن أختلف مع الضيف من لندن، لا نغالي في التأويل الديني العقائدي، وعندما يحاول إسقاط الإسلام السياسي على العلاقات القطرية الإيرانية وكأننا الآن نخلط الأوراق بين ما هو شيعة وما هو سنة، ولا أعتقد أن عمق المسألة أو عمق الروابط هو مذهبي. نتحدث الآن عن مرحلة استراتيجية أو استراتيجية العلاقات الإقليمية في الخليج، وهذا ينطبق على قطر كما ينطبق على الإمارات كما ينطبق على السعودية كما ينطبق على إيران. أصبحنا الآن نتعامل مع محاور متحركة، محاور وتحالفات مالنا، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة ما كان قبل 2017. فظهور محمد بن سلمان في الرياض وظهور شخصيات أخرى في منطقة الخليج باختلاف مطامحه ومشاريعه الإقليمية جعل هذا البعد الاستراتيجي هو الأهم. ويتذكر الجميع أنه عندما قررت الدول الرباعي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تضييق الخناق في شهر 6 عام 2017 على قطر، كان حتميا أن تجد الدوحة متنفسا إقليميا فتحت بشكل يعني يقتضي نوع من المرونة الاستراتيجية، إزاء الأطراف، إزاء الإيرانيين وإزاء دول أخرى حتى باكستان حتى جنوب أفريقيا وأمريكا. كانت لابد أن تضمن قوت العيش اليومي وتستمر الحياة العامة بشكل طبيعي، لكن لا ينبغي أن ندفع باتجاه وكأننا أمام حلف استثنائي خاص. نعم. دكتور، سؤال أخير لك، وربما أيضا نعطي جملة، لو نعطي جملة لكل منكما، هذا كله أين سيؤدي بالصلح داخل البيت الخليجي؟ هل سيبعده أكثر أم لا؟ أتمنى أن دول الخليج العربية تعيد حساباتها الآن، وأنها قد تدور في ثنايا المعركة الكبرى أو المواجهة الكبرى غير المباشرة بين طهران من ناحية وواشنطن. دكتور سيد وجدان، ما رأيك؟ مصلحة قطر مع الدول الخليجية ومع الدول العربية لأنها تربطها علاقات كبيرة أخوية ودمية واقتصادية وحدودية، وعلاقة قطر مع تركيا ومع إيران هي علاقة مصالح، وهذه المصالح تتغير، لذا من الأفضل أن على قطر أن تغير من سياستها وترجع إلى العالم العربي والدول الشقيقة المتحالفة على الحدود فهي أفضل. وصلت الفكرة سيد وجدان عبد الرحمن، كنت معي خبير الشأن الإيراني، كنت معي من لندن عبر الأقمار الصناعية، وكان معي أيضا عبر خدمة سكايب من العاصمة القطرية الدوحة دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن. شكرا جزيلا لكما.